السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد حول لعبة FS18 المزارع النشيط الذي يقوم بالأعمال الزراعية، لعبة فخمة أتمنى أن تعجب الكل. ففي هذه اللعبة تحمل من أبتوايد، الذي لا يعرف طريقها يمشي يقلب في الفيديوهات السابقة لهذه القناة سوف يجد اللعبة وطريقة تحميل مهكرة، كما أقول مهكرة يا أصدقاء. فإنها إلى بلاي ستور سوف تجدها بالمال، لا تحملها. اذهب لفيديو سوف أضع رابط الفيديو في أسفل الفيديو، سوف أضع الرابط، أتمنى أن تضغط عليه وتدخل وتشاهد كيف تحملها مهكرة دون أن تضيع نقودك في بلاي ستور وتحملها من هناك، فهي نفس الشيء. هنا لدينا فالمزارع النشيط أو في المزارع النشيط بتاعنا مازال بيقدم الكثير والكثير، مازال شغال شغال شغال. هنا سوف نقوم حصل لدينا الشغل كثير. هنا لدينا، نعم لدينا، هنا سوف نرش هذه المواد لكي تصبح الأرض أحسن وأجود مما كانت. أبدأ مسبقا، كما ترون هنا هذا سماد طبيعي، سوف نقوم برشه في الأرض حتى المنتوجات التي سوف نحصل عليها بوفرة كبيرة، كمية كبيرة سوف نحصل عليها. هذه الزراعة التي نقوم بها الآن، ورش الأسمدة الطبيعية، حتى سوف نجرب في الأرض الأخرى أيضا، سوف نجرب الأسمدة، غير طبيعية. هنا في هذه الأرض سوف نطلق سوف نزرع هنا القمح، لأن لدينا حصاد. كما ترون سوف نذهب ونحضر، نحتاج إلى الماكينة الصفراء، الجرار الأصفر، I'm
هنا سوف نأخذ هذا الرأس. هل يعمل معي هذه الحصادة؟ سوف نجرب بركة الله. بسم الله. أو نعم نعم أو نعم لدينا آخر. يجب علينا أن نحضر. سوف نشتري الآن الآلة التي سوف نرش بها الأسمدة الغير طبيعية. سوف نجرب المحصول الذي سوف نحصل عليه من هنا وسوف نحصل عليه من هنا. من هي الأحسن، الأسمدة الكيميائية أم الأسمدة الطبيعية في هذه اللعبة؟ نعم 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 هنا أتينا هذه الآلة، هي سوف نحضرها من المتجر. حسنا الآن سوف نقوم. هنا سوف نأخذها إلى هذا أو لا، ليس لدينا أي أرض. فدي مركب السمك هنا. سوف نرى. نعم حسنا سوف نقبل هذا. أوه كبير جدا كما أردنا. انظر انظر كبير. سوف نأخذ إلى هنا.
في الأرض التي أمامنا يجب علينا أن نلتقط هذه الألم. الآن نحن مشتغلون في المزرعة الكبيرة التي نسميها مزرعة المزارع الناشط، الذي لم يشاهد فيديو الحلقة القديمة كي يرى ماذا فعلنا في الفيديوهات السابقة. هنا يجب علي أن أحضر شيء يجمع هذه الأشياء. الآن سوف نذهب إلى هنا. ماذا سوف أفعل؟ أنا عرفت. نو خرجنا. نعم سوف نعيد نفسي. لا تشغل بهذه الطريقة. أنا أضع. نعم. فالذي لا يعرف عن هذه اللعبة الجميلة للهاتف ومطورة وروعة، أنصح الكل بتحميلها. الأهم سوف نضغط آخر نشغلها في شيء. الآن سوف نضغط إلى هنا كما أضغط. نعم هنا كل قد أنهينا من إصلاحه، وسوف نريكم الإصلاح وكل شيء عن هذه اللعبة. إلى اللقاء حتى الفيديو القادم. أتمنى أن تضغط على زر اللايك والاشتراك. إلى اللقاء حتى الفيديو القادم في المهم.